أخبار اليوم. تحب تقولي ايه حضرتك النهارده؟ عايزه تقولي ايه النهارده؟ اقول الله يرحمها، الله يرحمها ويحسن اليها الف رحمه، الف رحمه عليك يا اغلى ام واحسن ام. شاركتي وتعاملت معها وست طيبة والله يرحمها وهذا مصيرها. هل كان في زيارات مؤخرة يا فندم للفنانة معاك؟ جارتي أنا وهي زيران في عندنا أرض زراعية، فهي كانت قاعدة في الهرم كنا قاعدين جنبها. ماذا تقولي بعد فقد الفن فنانة عظيمة زي الفنانة العظيمة؟ الله يرحم، ما هتقولي هتقول ربنا يرحمها ويرحمنا والله يحسن إليها زي ما هي كانت طيبة أقول ربنا يرحمها ويغفر لها وكان بني آدمة طيبة ولسانها كويسة يعني الموت حق علينا كلنا وإحنا يعني افتقدناها وكان موتها مفاجأة وعياها كان مفاجأة. كان أنا لسه من يمكن من شهر ونص أو شهرين كنت بكلمها وكان في تواصل بيني وبينها وما كانتش بتشتكي من حاجة لكن ربنا يرحمها ويحسن إليها. فقدنا كتير طبعا طبعا يعني البنبناية الكريزة بتاعتنا معالي زاهد كانت بتحب الناس كلها وكانت بتساعد الناس كلها وهي يمكن في الفترة الأخيرة كمان اعتكفت وبعدت شوية وقاعدة في المزرعة بتاعتها ومهتمية بالزرع ويعني وبتزرع وبتبني حياة جديدة والله يرحمها. كل اللي بنقدر نقوله في اللحظه دي ربنا يتجمد برحمته واسكنها في جناته ونعز كل الشعب المصري والعربي وكل زملائه. شكرا جزيلا. انما ربنا هو يرحمها. وقفوه. هي كانت الدنيا. هل ترى ان الفن فقط فنان عظيم زي الفنان معالي زاهد؟ هل ترى ان الفن فقط فنان عظيم زي معالي زاهد؟ بالتاكيد معالي يعني فنانه كل الناس عارفاها وما نقدرش نتكلم فيها، بنتكلم في موقف صعب دلوقتي، اللي نقدر نقوله ان ربنا يصبر اهلها ويرحمها خلال سنه.